يا مساء الفل. بعد القرمشة اللي طلعت في أول الفيديو دي، أظن ناس كتيرة قوي عندها حب فضول إزاي تطلع الجلاش باللحمة بتاع العزومات اللي كلنا بنحبه وبيكون أساسي معانا في سفرة رمضان، إزاي نطلعه مقرمش من بره وطري من جوه. عايزة أقول لكم إن هو من غير بيض، بحاجات بسيطة جدا وبمقادير كلها في بيتك، هتعملي أحلى صينية جلاش باللحمة مقرمشة من بره وطرية من جوه لعزومات شهر رمضان. فالأول كده ما تنسوش لايك وتشتركوا معايا في مطبخ إيمو تشانل لو لسه ما اشتركتوش. سموا الله وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نعرف الطريقة إزاي. أول حاجة معايا بصلتين كبار على يعني على نص كيلو لحمة. الأول خرطتهم تخريط عادي خالص، أنا مش عايزة أفرمهم، مش عايزة أخرطهم ناعم، أنا عايزة طعم البصل يبان معايا في اللحمة ويبان معايا في الجلاش. خرطتهم كويس جدا، وطاسة على النار فيها حوالي معلقتين زيت. أنا ما بكترش الزيت الأول أو المادة الدهنية في الأول، لأن بعمل حساب اللحمة المفرومة بيكون فيها نسبة من الدهون. أول ما أخد معايا لون الدبلان، يعني ما تحمرش بس أخد معايا لون إن هو دبلان شوية، نزلت باللحمة على طول، وبعد كده بدأت أقلب فيها باستمرار علشان خاطر اللحمة ما تكتلش معايا. لما تيجي تعصجي اللحمة عصجيها دايما على نار عالية، بلاش تخليها تنزل ميتها وبعدين تشربها، لا في الأول كده النار بتكون عالية مع التقليب المستمر لحد ما بتغير لونها وتبقى باللون ده. أول ما غيرت بقى لونها باللون ده، خلي النار معاك متوسطة وابدأي ضيفي الإضافات اللي انت حباها على اللحمة. أنا ضفت ملح، فلفل أسود، السبع بهارات، حابة تضيفي كمان حبهان أو لوري زي ما تحبي، بس أنا بستكفى بالسبع بهارات بيكون فيها كل حاجة. بدي بقى تشويحة لمدة حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، تشويح مستمر على درجة حرارة متوسطة، وبكده تبقى معايا جاهزة وزي الفل. بعد كده حضرت معايا نص كوباية من الزبدة، حطيت ربعها على كوباية من الحليب، حطيت رشة ملح، معلقة من البيكنج باودر، وهبدأ أقلب المكونات دي مع بعض. البيكنج باودر هو خميرة الحلويات، أنا حطيته على الحليب والزبدة بيحل محل البيض للناس اللي بتحبش البيض. ولو مش حابة تضيفي خميرة حلويات أو بيكنج باودر، تقدري تضيفي معلقتين كبار من الزبادي، هيقضي برضو معاكي نفس الغرض وهيبقى مكان البيض أو بديل هايل جدا للبيض. ده كله للناس اللي ما بتحبش البيض، لكن انت بتتقبلي البيض تقدري تضيفي بيضة على كوباية الحليب وربع كوباية الزبدة. تمام، انا نص كوباية الزبدة قسمتها، نصها ضفته على كوباية الحليب والنص التاني ركنته، يعني ربع كوباية ضفته على الحليب والربع التاني ركنته زي ما احنا شايفين. دي زبدة مش سمنة، تقدري تستخدمي مكانها سمنة برضو. تمام، بدأت ادهن الصينية. معايا الصينية دي مقاس 30، وبدأت أعمل الجلاش، أخلي نصه لبره ونصه لجوه، ما قسمتوش أو ما قطعتوش كده دايرة على قد الصينية، لأ زي ما احنا شايفين. أنا عايزاها تاخد معايا شكل الفطيرة لما الجلاش بيتكمر منه، فيه يعني يبقى مكمور في بعضه، هتحسي إن هو ورق معاكي، البخار ما خرجش منه، بخار التسوية، فبالتالي هيفضل طري معاكي، لكن الوش بتاعه هياخد قرمشة حلوة جدا. بدأت أعمل ورقتين جلاش وأدي رشة من السوائل اللي احنا عملناها أو من الخليط اللي احنا عملناها، وبعدين ورقة جلاش وأدي رشة من الخليط، وبعدين ورقة جلاش، لحد ما بخلص داير الصينية كله، وبعدين بتني ورقة كده وبحطها في النص، ما بدهنهاش بقى، وبحط عليها اللحمة أو بضيف عليها اللحمة. تمام، فردت هنا اللحمة كويس جدا. فين اللايك بقى؟ الناس اللي ما حطتش لايك يلا تحط لايك. تمام، كل سنة وانتم طيبين. تمام، فردت اللحمة. انا الصينية دي اخدت معايا اكتر من ربع كيلو شوية، لان هي صينية كبيرة، 30 مقاس 30. اسفة جدا. بعد كده بتني ورقة وبحطها كده على وش اللحمة، وببدأ اسقيها مرة تانية. انا بستخدم 3/4 كمية الجلاش في الاول، والربع بعد ما بضيف اللحمة، مش بقسمه نصين، لاني لسه هلف الجوانب دي وهقفل بيها الصينية، فهتديني ربع كمية الجلاش التانية. تمام، يبقى أنا في الأول بضيف 3/4 كمية الجلاش، وفي الآخر بعد ما بضيف اللحمة بضيف الربع الأخير بتاع الجلاش بتاعي. تمام يا بنات، برضو بين كل ورقتين بدي رشة من الخليط اللي احنا عملناه، أهو كده بقى معايا زي الفل، لحد ما بخلص كمية الجلاش وبغطيه كده بالشكل ده، وببدأ بقى أدهن بالمادة اللي أنا عاملاها أو بالسوائل اللي أنا عاملاها، وببدأ أقفل معايا صينية الجلاش، باخد اللي هو في الحرف من بره أتنيه على داخل الصينية.
فهمت قصدي؟ اظن يعني الحكايه باينه معاكم. تقدري تعملي كده في الجلاش الحلو مش بس الحادق، وتحشي مكسرات، تحشي مهلبيه، اللي انت حباه. تمام يا بنات، يبقى انا كده اديتكم فكره للحلو واحنا بنعمل الحادق. بعد ما بقفلها بقلبها تاني. بصوا انا قلبتها في صينيه وهدخلها في الصينيه تاني. بعد كده بقى فاكرين ربع كوبايه الزبده دي هغرقها على وش الجلاش. عايزه اقول لك الخطوه دي هتخليهولك زي الفطير بالظبط، حاجه كده انت معاكي فطيره مشلتته بس محشيه لحمه. عايزه اقول لك تقدري تعملي كمان وشها وش بيتزا، يعني تضربي بيضايه او مش شرط بيضايه، شويه جبنه رومي، شويه فلفل الوان، وشويه زيتون، وبقت معاكي فطيره شرقي زي الفل ومحشيه كمان. بعد كده قطعته بعد ما بضيف الزبده، علشان انا عايزه الزبده تدخل معايا جوه الطبقات بتاعه الجلاش نفسه. بصوا لما تقطع اخد الوش المكرمش ده بسبب الزبده اللي احنا ضفناها. شايفين شكله حلو قد ايه؟ بعد كده اللي اتبقى معايا من خليط الحليب والزبده والملح والبيكنج باودر اللي انا كنت عاملاه، بدات اضيفه على الجلاش واوزعه بالشكل ده. هضيف بقيه الكوبايه كله، يعني استخدمت اللي استخدمته في الطبقات واللي اتبقى هضيفه كده كله على الجلاش. تمام كده يا بنات. بعد كده بكون مسخنه فرن على درجه حراره 200، بدخلها الفرن بتاخد معايا حوالي تلت ساعه، بشغل عليها الشوايه لمده لحظات وبتطلع معايا بالجمال الخطير ده. عايزاها بقى زي ما هي مقفوله من غير تقطيع، تقدري تعملي كده وتبقى فطيره معاكي. بصوا بقى هبدا احطها في طبق التقديم، يعني نازله سهله جدا. نشوف بقى جمالها وهي متقطعه، الطبقات باينه، طريه من جوه، مقرمشه وحلوه من بره، حاجه كده هتشرفك في عزومات رمضان وغير عزومات رمضان كمان، احنا بناكل كده كده طول السنه يعني. يلا بقى حطوا لايك للفيديو، فين اللايك بتاعنا؟ طبعا كده بديها تقطيعه تانيه اهو يا جماله. بصوا الجمال، تعالوا بقى نشوف الطبقات باينه ازاي معايا مورقه وحاجه مفيش بعد كده. اظن هي باينه من غير ما اقلبها كمان. شايفين الطبقات حلوه قد ايه؟ يا جمالها بقى وجمال قرمشتها، حلوه متماسكه، حاجه كده هتقدميها بشكل شيك وشكل حلو. بصوا ما اتقطمت، التوريقه بتاعتها بانت اكتر كمان. ده بقى كان فيديو النهارده، لايك وشير للفيديو، اشتراك معايا في قناتي مطبخ ايمو تشانل على اليوتيوب، او اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك مطبخ ايمو تشانل. اشوفكم على خير، ولايك وشير. باي باي.